عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي في برنامج المدرسة النموذجية وإلى مهارات اللغة العربية. أهلاً بكم من جديد أبنائي الصغار. سنتطرق في هذا الدرس إلى بعض المفهومات النحوية المهمة جداً. هذه قاعدة مهمة وستظل معنا على مدار السنوات القادمة. درس اليوم بعنوان الفعل الماضي والمضارع. الفعل الماضي والمضارع، هيا بنا. هذا هو عنوان الدرس، فعل ماضي ومضارع. في المفهومات النحوية السابقة لو تتذكرون أخذنا الاسم وأنواع الاسم، أخذنا قواعد كثيرة، أخذنا أن من أنواع الاسم المفرد والمذكر والجمع. أما في هذا الدرس سننتقل من الاسم إلى الفعل. الآن سنتعرف على مفهوم جديد وهو الفعل، ونحن اتفقنا أن الفعل هو حدث يقوم به شخص أو شيء ما، هو حدث يقوم به شخص أو شيء ما وفي زمن محدد. قد أقوم بهذا الفعل اليوم، أو أنني قمت به بالأمس، أو أنني أطلب من أحد أن يقوم به. أمر الفعل ينقسم إلى قسمين، الماضي والمضارع. ماضي ومضارع، ما معنى فعل ماضي وما معنى فعل مضارع؟ انظروا إلى هذه الأمثلة وستوضح لكم الأمر. سافر، عندما أنا أقول سافر أحمد إلى مصر، سافر، هل هو سافر الآن أم سافر من قبل؟ سافر من قبل، أحسنتم. عندما أقول كتب محمد واجبة، أي أنه كتب وانتهى خلاص في وقت سابق. نام، نام طفلي على فراشه، أي أنه أصبح نائما ولله الحمد. هذا ماضي، حدث في الزمن الماضي. أما المضارع، انظروا كيف ستصبح العبارة، بدلا من أن أقول سافر سأقول يسافر. يسافر أحمد إلى مصر الآن، يسافر في هذه اللحظة. يكتب، يكتب محمد درسه، يعني أنه ما زال الآن يكتب درسه، لم ينتهي بعد. ينام، ينام طفلي في فراشه، الآن ذهب للنوم. هذا معنى ماضي، يعني حدث في الزمن الماضي، ومضارع يعني أنه حدث حاليا وما زال مستمر، وما زال مستمر. يكتب يعني أنه ما زال يكتب. يأكل يعني أنه ما زال يأكل، لم ينتهي بعد. إذن الفعل ينقسم إلى ماضي، حدث في الزمن الماضي، وإلى مضارع، حدث في وقتنا الحالي أو في اللحظة الحالية وما زال مستمرا. أحسنتم أبنائي، انظروا. أكتب جملة مفيدة من هذه الأفعال. هناك جمل ماضية وهنا جمل مضارعة. في هذه الفراغات سنكتب جملا في الزمن الماضي، في هذه الفراغات المطلوب أن أكتب جملا مضارعة. مثل المثال الأول، سافر محمد يوم أمس. كتب، ماذا سأقول؟ كتب أحمد درسه قبل ساعة، لأنه ماضي من قبل. نام، ماذا سأقول؟ نام طفلي قبل قليل. أما في المضارع، انظروا كيف ستكون العبارة. يسافر علي غدا، ليس بالأمس إنما غدا، أو يسافر علي اليوم، أو يسافر علي في هذه اللحظة. المهم أنني أراه وهو يسافر في هذه اللحظة. يكتب أحمد درسه الآن. ينام طفلي في فراشه بعد قليل، بعد قليل.
هنا كان قبل قليل لأنه ماضي، فعل ماضي. أما الآن فهو ينام في فراشه بعد قليل. إذا ما هي الأفعال الماضية؟ هذه التي سأحددها باللون الأزرق. انظروا، سافر، كتب، نام، هذه أفعال. لماذا أفعال وليست أسماء؟ لأنها دلت على فعل. سافر، هناك شخص يتحرك ويجهز نفسه للسفر. كتب، هناك شخص يمسك بالقلم ويكتب أو يكتب. نام، هناك شخص سيذهب إلى فراشه لينام. فهذه أفعال. ما هو زمن هذه الأفعال؟ سافر، كتب، نام، أكل، شرب، زمن ماضي. بينما في المضارع، انظروا إلى الأفعال، يسافر، يكتب، ينام، هذه أفعال مضارعة حدثت في الوقت الراهن. حدثت في الوقت الراهن. أحسنتم أبنائي الصغار. نعود إلى النص يعني نطبق هذه القاعدة في نص اليوم. انظروا، النص هو رفيق الغار الذي أخذناه سابقا. علينا أن نحدد الفعل أولا، لنميز أولا بين الفعل والاسم، ثم بعد ذلك نحدد ما نوع هذا الفعل، هل حدث في الزمن الماضي أم في الزمن الحاضر. أوحى، أوحى الله، أوحى، أوحى، فعل ماضي، فعل ماضي. أوحى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتآمر المشركين في مكة. إلى الآن لا يوجد فعل آخر، كلها أسماء. تآمر المشركين في مكة على قتله لمنعه من نشر دعوة الإسلام. فتوجه، فتوجه إلى صاحبه. هل هذا ماضي أم مضارع؟ توجه، يتوجه. توجه فعل ماضي. لو كان مضارع سنقول يتوجه، يتوجه الآن، لكن هذا توجه. وأخبره، أخبره ماضي. ما المضارع منه؟ يخبره. أخبره في الوقت الماضي، أما يخبره في الوقت الحالي. بأن الله أذن، ماضي، مضارعه يأذن. بأن الله أذن له أن يهاجر، يهاجر، يهاجر مضارع. أحسنتم. لو كان ماضي سنقول هاجر. يهاجر مضارع. قال أبو بكر رضي الله عنه قال، قال يقول، قال ماضي. الصحبة يا رسول الله. انظروا إلى بقية التمرين. ولما صعدا إلى الجبل، صعدا ماضي. لو كان مضارع سنقول يصعدا في وقتنا الحالي، يصعدا. ولما صعدا إلى جبل ثور أرادا، هذا فعل ماضي ومضارعه يريد. أراد الرسول أن يدخل، يدخل في هذه اللحظة، أراد أن يدخل الغار، هذا مضارع. ما ماضيه؟ دخل. فقال أبو بكر دعني، دعني، هذا أيضا فعل لكنه فعل أمر. أبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يطلب منه طلب، دعني، دعني أنا قبلك لأنني أخشى. أخشى فعل مضارع. ما ماضيه؟ خشية. أما أخشى أو يخشى فهذه أفعال مضارعة. أن يصيب، أن يصيبك، يصيبك أيضا فعل مضارع. يصيبك فعل مضارع. لو أردنا به الماضي سنقول أصابك، أما الآن فنحن نقول يصيبك في هذه اللحظة. فدخل ماضي ومضارعه يدخل. فدخل أبو بكر الغار قبل رسول الله وتفقده، تفقده أيضا في زمن ماضي، مضارعه يتفقده. وفي اليوم الثاني انتشر،
انتشر ماضي. كيف أعرف أنه ماضي؟ أنه في زمن قديم انتشر، لأن المضارع منه ينتشر في هذه اللحظة. انتشر المشركون في أودية مكة وجبالها ووصلوا. ماضي، ما المضارع منه؟ وصلوا ماضي، ما المضارع منه؟ يصلوا. ووقفوا ماضي، ما مضارعه؟ يقفوا. واعتقدوا، كلها أفعال ماضية، ما المضارع من اعتقدوا؟ يعتقدوا. أن الغار لم يدخله، يدخل أي الآن، أما دخل فهي الماضي، إذن يدخل مضارع، لأن الله كان قد ألهم ماضي، فنسجت ماضي، كلها أفعال ماضية إلى الآن، فجعلهم أيضا ماضي. يظنون، يظنون هذا فعل مضارع، والماضي منه ظنوا، أما يظنون فهم يظنون في هذه اللحظة أن الرسول غير موجود، فلذلك سنقول عنه فعل مضارع. وعندما رأى، رأى يرى، رأى ماضي. وعندما رأى أبو بكر المشركين واقفين عند باب الغار قال يا رسول الله والله لو نظر، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لو نظر ماضي، ما مضارعه؟ ينظر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن، لا تحزن، هذا مضارع، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. هكذا نستطيع أن نستخرج الماضي والمضارع من القطعة أو الدرس الموجود أمامنا. مراجعة سريعة، الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع، مثلما قسمنا الاسم إلى مفرد ومذكر، إلى مذكر ومؤنث، وقسمناه أيضا إلى مفرد ومثنى وجمع، فالماضي ينقسم إلى ماضي، فالفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع. الماضي أي أنه حدث في الزمن الماضي قديما، رأى، أكل، شرب، ليس قديما كثيرا، مش يعني ليس شرط أن يكون قبل سنوات، قد يكون قبل لحظات. أنا أكلت وجبتي، انتهيت منها الحمد لله، وإذا أردتها في المضارع سأقول أنا آكل وجبتي، أي أنني ما زلت آكلها، وأنتم ترون مثلا أنني ما زلت آكلها. فهكذا نفرق بين فعل الماضي والفعل المضارع بهذا الشكل وبهذه الطريقة. إذن أحبائي سنطبق دائما الأفعال الماضية والمضارعة أمامنا في كل نص، نستطيع أن نستخرج منه الفعل الماضي والفعل المضارع. وفي هذا الدرس أتمنى أن تتدربوا جيدا على الفرق ما بينهما، فنحن نستخدمها أيضا في حياتنا اليومية، فأقول أنا لبست ملابسي، أي أنني لبست وانتهيت، أو أقول أنا ألبس ملابسي في هذه اللحظة، فمعناته أنني ما زلت ألبسها. إذن أحبائي سأنتقل معكم إلى درس قادم جديد، إلى اللقاء.